مرحبا واهلا وسهلا فيكم معنا بهالحلقه الجديده من ضيف وحكايه. نحن اليوم موجودين بالعاصمه الايسلنديه ريكيافيك حتى نلتقي ونتعرف بسيده فلسطينيه مفعمه بالطاقه والحيويه. هي ام لست اولاد وجده لعشره احفاد، لكن قبل كل هالشيء هي سياسيه وناشطه اجتماعيه ومدافعه عن حقوق المراه. بعام 2009 نجحت أنها تكون المرأة الأجنبية الوحيدة اللي بتدخل البرلمان الإيسلندي. بالإضافة لهالشي هي مؤسسة ومديرة مركز المساواة وبتقدم استشارات للنساء المعنفات، وهي الأقدر على تقديم هذا النوع من الاستشارات لأنها هي بالذات كانت لسنوات طويلة ضحية للعنف الأسري. خلينا مع بعض نتعرف اليوم على ضيفتنا بضيف وحكاية، سيدة الفلسطينية أمل تميمي. مرحبا. اهلا، كيفك أمل؟ هلا سايل بالايسلندي مو شفتي بلندا؟ اهلا. يومين لحالي شكل ما عارفه شو اخبارك. الحمد لله. تمام. هذا المركز تبعك؟ يا هون مركز شغلي بالضبط. أمل، هلا نحن معك بمركز المساواه اللي هذا يعني شغلك الشاغل بشكل دائم. هذا ابني السابع. ابنك السابع. انت عندك ست اولاد. ست اولاد. شو مجال نشاطك بمركز المساواه؟ هو كله بتمحور حوالين التاقلم في المجتمع، وانا برفض فكره تاقلم الاجانب. احنا بنحكي عن التاقلم معناها الطرفين لازم يتاقلموا مع بعض، يعني مش بس الاجانب لازم يغيروا اشي فيهم، كمان الايسلنديين لازم يغيروا فيهم اشي. فهو تأقلم المجتمع مع بعضه. شو مجال نشاط المركز؟ يعني مركز مساواة شو بيعني؟ احنا هون مساواة بين الكل، رجل، مرأة، أجنبي، ايسلندي، يعني كل الأنواع والأجناس والأشكال، كل من يسكن في ايسلندا يعني. هلا من خلال هذا طبعا انت تقدرش تكوني حرة ومتساوية اذا ما عندكش المعلومات الكافية. هلا احنا مركز معلومات بالدرجة الأولى، عنا دروس أيسلندية، بنعلم اللغة الأيسلندية عنا من المستوى 1 لمستوى 5. من خلالها بنعلم الناس أو بنعرفهم للأجانب على المجتمع. يعني إحنا مش بس بندرس اللغة، إحنا بندرس عادات وتقاليد. يعني أعطي لك مثل. مثلا في أيسلند بالكريسماس عندهم عيد الميلاد. عيد الميلاد هلأ في كل دول العالم عيد الميلاد فيها البابا نويل واحد. في أيسلند في 13 بابا نويل. 13 بابا نويل أو 13 شو هي أيسلند كلها 320-30 ألف. الحلو فيها إنه العادة بتبدأ هدول 13 بيبدأ كل ليلة واحد ينزل بالليل يحط هدايا للأولاد في كندرتهم على الشباك. كل ليلة واحد، يعني كل ليلة الولد تاني يوم الصبح بلاقي هدية. هلأ إذا أنت أجنبية وعندك طفل وما بتعرفي هاي العادة، ابنك بيروح على الحضانة الوحيد اللي ما عندوش زي باقي الولاد. هاي معلومة مع إنها لا إلها تأثير على الضريبة ولا إلها تأثير ولا عايشي، بس إلها تأثير على اندماج ابنك إنه يكون جزء من الحضانة، أو إنه يا وأنا عطاني هيك يكون مثل باقي الأطفال، يعني بالزبط. حس بنفس الشعور. هلأ في مثلا إذا الولد كان مش مربى بيحطوا له بطاطا خربانة أو بصلي أو هاي العادة هون بالزبط. فهلأ هاي معلومة كتير حلو تعرفيها مع إنه ما إلها علاقة بالقوانين بس إلها علاقة بمدى تأقلمك بالمجتمع. هل حسيتي هلأ بآخر سنة سنتين إنه زاد الضغط عليكم أو زاد التحديات قدامكم مع وجود لاجئين جداد يمكن أو مهاجرين بإيسلندا؟ هو زاد الضغط قبل،
هو زاد الضغط لما صار الانهيار الاقتصادي، كان تأثير على المجتمع بشكل عام، الكل انضرب سواء اللي عنده بيوت عنده سيارات فصار نوع من الغضب والنقمة، نقول إنه الأجانب أخذوا شغلنا وأخذوا مصارينا ولا لا لا كل هذا الحكي. هلأ أجوا زيادة نقول طالبين اللجوء اللي من سوريا، جبنا مجموعة من ضيوف من سوريا برضو بسبب الوضع هناك، في ضغط شغل أن في كتير دعم من المجتمع الأيسلندي. يعني هلأ قضية السوريين أو قضية اللاجئين عندنا، يعني بتتصوريش كل عيلة موجودة هون عندها 3-4 عيال مساندة، هدول العيال المساندة اللي هم متبرعين أو متطوعين، هدول بيروحوا راحوا سجلوا حالهم في الصليب الأحمر، شو بنقدر نعمل إحنا مع هدول الناس لما يجوا؟ فهلأ كل عيلة عندها 3-4 عيال مساعدة، اللي بياخدوهم وين يشتروا أكل، اللي بياخدوهم يعلموهم على البساط، اللي بياخدوهم يعلموهم على المكتبة والمسبح وال 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 وال. قدي أعلى تقريباً اللاجئين؟ اللي أجوا عنا هلأ آخر يعني الوجبة اللي وصلت 35 بني آدم، أنا لسه بنستنى هلأ بشهر 3 رح يجي اللي يعني حوالي 20 شخص كمان، يمكن أعداد قليلة مشان هيك في إمكانية يعني. ما هو أنت بتقارني بعدد السكان، أنت بتقارني بعدد سكان الدولة، يعني اللي لما بتجيبي 100 شخص مثلا عدد سكان أيسلند 320,000، فهدول باعتبار رقم كبير أو يعني احنا بالنسبة لعدد يعني السكان. في كتير كتير أصوات بتنادي إنه نجيب 500,000، وهذه أرقام كبيرة بالنسبة لعدد سكان أيسلند. يعني مزبوط لما بنقول للسويد 1000 ولا لألمانيا بيضحكوا علينا الناس، بس بالنسبة لأيسلند عدد رائع أو عدد ممتاز إذا بنوصل إنه نجيب 1000. عمل بعرف إنه أنت كمان بالمركز غير تقديم دروس اللغة أو الاستشارات للأجانب، بتقدمي استشارات للنساء المعنفات بشكل خاص الأجانب. المرأة المعنفة عندها ضغوط كبيرة، بس برأيك المرأة الأجنبية المعنفة شو المصاعب اللي بتواجهها أكثر من الإسلندية المعنفة مثلا؟ أول زي ما قلنا قبل إنه أول أهم إشي المعلومات. هلا المرأة المعنفة أو يعني خصوصا إذا متجوزة واحد نقول أيسلندي بيكون عندها ما عندهاش معلومات، فهو بيكون قايل لها قوانين مختلفة تماما، أو إنه إذا بتطلقيني برجعك على بلدك. هلا في كثير نسوان مثلا ما بدهم يرجعوا على بلدهم، في إنه كثير عيب إنه تكون اتطلقتي، أو القانون في أيسلند بيقول إنه 4 سنين زواج بتاخدي إقامة دائمة، إذا ما قعدتي هدول ال4 سنين بتخسري الإقامة الدائمة. فهلا بخافوا يعني كتير عدد منهم بيضلوا عايش العنف ل4 سنين عشان يضمنوا إنه يضلوا عايشين هون. هلا إحنا دورنا أو يعني إنه في هون بنلاقي لهم تصاريح أخرى. يعني إذا أجت لنا واحدة من المعنفات، يعني صارت مرة إنه أجت واحدة عنا كان لها 3 أيام نايمة في السيارة، بعدين واحدة أيسلندية قالت لها روح عند أمل. ليش نايمة بالسيارة؟ لأنه جوزها طاحيها، وهي بتعرفش إنه لو راحت مثلا للشرطة الشرطة بتوديها على الأقل بتوديها على ملجأ النسوان يعني. بس هي ما بتعرفش ولا إشي، بتعرفش تحكي اللغة. فناس اتصلوا عبين ما قدروا يوصلوا لنا إياها، وبالتالي اشتغلنا على قضيتها، وإنه كانت نقول في المركز أو في ملجأ النسوان لقينا لها شغل، طلعنا لها تصريح عمل كعاملة مش كزوجة. وطبعا هي كانت مقررة إنه تتطلق، فطلقت وضلت في البلد. المشكلة توصل هاي المعلومات للناس، للنسوان بالذات، لأنه النسوان يعرف إنه في قانون حامي، يعرف إنه في قانون بحميكي، إنه ما بياخد أولادك منك، إنه ما بيقدر يعلقك يخليك معلقة ومش مطلقة مش عارف شو كل هذا. بدك تطلقيه بتطلقيه، رضي ولا ما رضي رح تطلقيه. يعني شي مرة تعرضتي للتهديد لأنك ساعدتي امرأة؟
يعني مش تهديد، هو ما حداش بيسترجي يعني اجمالا ما حداش بيسترجي، بس بيقول لك تقربيش عمرتي. حتى اوقات خلال عملي كمترجمه بتروحي تترجمي بقول لك انا ما طلبتك، فساعتها الموظف اللي انا رايحت له بقول له انا مش إلك جاي، هي جاي هون. تمام. لأنه أوقات إحنا كمؤسسات حكومية بدنا نسمع المرأة، بدناش نسمع جوزها بحكي عنها أو بلسانها وهي قاعدة مش فاهمة شو بيقول. يعني صارت أكتر من قصة نقول إنه مرأة أجنبية متزوجة أيسلندي مضى التنازل عن أطفالها لأنه ما كانش معها مترجم، لأنها مش فاهمة عايشة بتمضي. هلا اول رساله بنقولها للاجانب وللمراه، بس للاجانب بشكل عام، تمدوش عايش مش فاهمينه، لانه بتتنازل عن كثير حقوق مجرد تحطي هو قايل لها انه بدنا نشتري سياره، وهي عايشه معه يعني هي كيف انكشفت القصه انه راحت على محل في البلديه برضه بيعطي ارشادات، وقالت لها بدي اطلق جوزي فشو اسوي، طقت الرقم الاجتماعي تبعها ولين طلقها. قلت لها انت مطلقه؟ كانت عايشه معه كمان سنتين وبعنف وهي هو مطلقها. أمل، كنا بعدنا عم نحكي عن نشاطك بدعم النساء المعنفات، وانت عندك تجربة يعني شخصية بهذا الموضوع، بدأت من فترة زواجك بالقدس. بعرف انك تزوجتي بعمر 16 سنة، كنتي مجبرة ولا كان خيارك الزواج؟ لا 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 حرام حرام، ما حدا اجبرني، يعني هو كان بيعرف الأسرة نقول، شافني عجبني عجبته قالوا لي تتجوزي، قلت لهم آه، يعني أنا كنت مبسوطة إنه رح ألبس دبلة ورح المدرسة، صار يصير مسموح أتزوج بعقلية طفلة مراهقة يعني. بالضبط. أبو إمتى بدأ يعني العنف تجاهك والله من قبل زوجك؟ أول مرة صارت طوشة وطرد من الدار وضرب أسبوع بعد الزواج في المباركة بالضبط، يعني ما أسبوع بعرف بعد الزواج. اللي بعرف عاداتنا إنه على الأسبوع بيصير المباركة، يوم المباركة. شو السبب يعني إذا الواحد بعتبره يعني هي قصة إنه إمه وأخته وقعدت مع أهلك ما احترمتيش أهلي، موضوع بسيط يعني، موضوع حكي فاضي وبس. بتعرفي بيبدأ من هداك الوقت إنه بده مين اللي بحكم، شكله هيك يعني ما بعرف بالضبط ان اللي صار. وانتي من عائلة كنتي كمان يعني كان في ضرب عندك بالعائلة ولا كان اول مرة؟ كان اول مرة، انا بنت مدللة اخر العنقود فكانت صعبة الفكرة انه تنضربي من اول اسبوع او تنطردي من الدار وينحلف عليك طلاق وكل هالحكي هذا، وانت العروس لسه 16 سنة فرحانة حالك. انت لجأتي لعائلتك وقتها؟ يو شو طبعا شو عملتي؟ او انه يعني احنا ما عندناش بنات للطلاق، هذا امر معروف في الأسرة نقول إنه ما عندناش بنت مطلقة، وبالتالي إنه إذا أنت بتسوي هيك أو أكيد الغلط عندك، الزلمة شو بده ديري بالك عليه وبلا لا لا. شكلي ما كنت بنفع أكون هاي الشخصية، يعني أنا ما بقول عن حالي ملاك ولا حالي من الحالات. طيب أنت هلأ بعد كل هالسنوات كيف بتفسريها؟ كيف بتحلليها؟ شوفي إنه شو اللي بيخلي رجل يضرب امرأة زوجته صار له اسبوع؟ شوف اقول لك، هو في اكثر من سبب. يعني في اولا الاسره اللي الرجل نشا فيها، اذا بيعتبروا ضرب زوجه او ضرب البنت عادي، هذه نقطه. نقطه ثانيه بنقدرش ننسى، مثلا زوجي كان سجين في السجون الاسرائيليه، كمان ما بنقدر ننكر تأثير العنف اللي بتعرضوا له السجناء الفلسطينيين على نفسياتهم
بعدين بضل كمان شخصيتك انه انت لما تجوزتي كنت بنت 16 سنة مفروض تكوني جاهلة وتقولي نعم 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 كل الوقت او تكوني تقبلي بكل شيء. يا لما تبدي تناقشي تبدي تعارضي تبدي تطرحي وجهة نظر بتصيري بتخوفي، وفي كتير رجال بخافوا من شخصية المرأة إذا المرأة مع زوجك من يعني من المجتمع المثقف اليساري المفروض كمان مثل ما بعرف إنه بيدافعوا عن حقوق المرأة. ياو إحنا بمجتمعاتنا يعني أنا ما بحكي عنه هو بس أنا إحنا بنحكي بمجتمعاتنا بشكل عام مليان رجال من هالشكل ولا أشطر منهم بالتنظير وكتابة مقالات عن حرية المرأة. لما تقربي على بيته مرته بناته هذا إشي تاني بيختلف الوضع. بحكي عن مرت فلان وهي وهدولاك البنات يناضلوا ويسووا مش عندي مش في البيت. طب أمل أنت أنجبتي مع زوجك الأول 5 أولاد. خمس أولاد الحمد لله الله يخلي لك يا الله يسلمك. بس الواحد بيتسأل إنه كيف تقدر امرأة إنها تنجب 5 أولاد من شخص بيعاملها بشكل سيء؟ أوهو أوكي. هلأ أنتي مثلاً في مجتمعنا العربي إذا ما صرتيش حامل بعد شهر من الزواج بودوكي على دكتور يعني فيش فيها. هلأ صار عندي المشكلة، هو أنا بالنسبة إلي مش مشكلة بس يعني اللي صار إنه أنا عندي 3 بنات مش أولاد. أول 3 يو. فهلأ لا تعتبري مخلفة إذا مش جايبة صبي، فلازم يجي الصبي. فجبنا الصبي وجبنا أخوه. القصة إنه يعني المرأة المعنفة بشكل عام عبين ما تاخد قرار الانفصال النهائي وتقدر تطلع من هذا كل الوقت تضلها تفكر يمكن إذا بعمل هيك بصير هيك، يمكن تتغير حياتنا، يمكن إذا بجيب له ولد بصير غير شكل، يمكن إذا بجيب له كمان ولد بصير غير شكل. كل هاي الشغلات إلها تأثير عليك. بقول لك المرأة المعنفة مشكلتها مش بس إنها بتاكل قتلة، مشكلتها في الكسر اللي بيحصل لها جواتها، مشكلتها بصير انعدام ثقة بالنفس. بالضبط بالضبط. بتصيري أوقات غير مؤهلة إنه تفكري، بتصيري تفكري في اللي بنقلك، اللي بنقلك بصير هو تفكيرك. فبدك 17 سنة قبل ما تطلعي من هذه كلها وتقولي لا لهون وخلاص شكله مش ظابطة ولا رح تزبط ولا رح تتغير. أنت يعني أنا عشت 17 سنة بال5 أولاد على أمل إنه يكون على الأقل حياة محترمة، بتعرفي إنه ما تنضربيش قدام أولادك. أو هذا اللي بدي أسألك عنه، كنت كمان تعرض لضرب أمام الأولاد؟ طبعاً طبعاً طبعاً. ما كان فيها ما فيها هاي الحدود نقول إنه إذا الأولاد قاعدين ما بنحكي. أو كيف أثر يعني هذا الوضع اللي استمر 17 سنة حتى ولو اختلف يعني شدة الوضع من سنة لسنة، كيف أثر على الأولاد؟ يعني إذا هن عم يشوفوا والدتهم عم تتعرض للضرب على إيد أبوهم يوم ما هذا هو. هلا إحنا صار عندي مثلا بنتي الكبيرة كانت لما نوصل على الدار تروح تنام تفيق لما يطلع أبوها، تعودي تروح تنام لما يجي أبوها. ما شافتش أبوها وما حكتش معه يمكن 2 سنين، ما بدها تحضر ما بدها تشوفه. هلأ البنت الثانية بدأت تدخل في خلافاتنا، صارت تتدخل يعني بالطوشة، صارت تتجاوب. فحتى الاحترام ما بين الأب والأبناء اختفى. فقلت أكيد هاي النظرية غلط اللي بتقول إنه لازم يكون بين الأم والأب، لأنه عمال بخرب الأولاد. بين الأب والأم لما تكون العلاقة صحية طبعاً. يا بالضبط. فأنا حسيت إنه عمال بخرب نفسيات أولادي إنه نضل في هيك جو، بالتالي قررت أطلع وأخذهم وأروح. وهذا هو. طيب صبرتي 17 سنة، شو اللي خلاكي بعد 17 سنة تقرري إنه رح تهربي انت واولادك انه خلص؟ هي صارت يعني اخر اللي قسم الظهر البعير زي ما بيقولوا، انه صارت توشه وبنتي او ضرب بنتي لطشها كف واللي هي واقعه بين الكنبيات. اي البنت الاصغر؟ رقم 2. فقلت خلص ما دام بدا
معناه ما بعرف امتى رح يخلص. اذا خلص مش رح خلي بناتي يتعود ياكلوا اكل من ابوهم لانه رح يوافقوا ياكلوا اكل من جيزانهم. طيب قررتي انك تهربي مع الاولاد، شو كيف يعني دبرت الخطة؟ خطة لأنه هي هو أنا إلي أخوي اللي عايش هون كان في أيسلند، فقلت لهم بقول لك إنه إحنا قصتنا إنه ممنوع الطلاق، يعني هاي فكرة طلاق كانت صعبة نقول. فأنا قلت لهم لأهلي أو بالذات لأخوي هذا، إذا ما أخذتنيش عندك بطلع على أي دولة تانية. وأنا كنت ناشطة سياسياً وعندي علاقات خارجية حتى وأنا في فلسطين. يعني صار إنه هو صار هو كان دايماً بالصورة، فبالتالي أوكي عمل المعاملات، شرى التذاكر، بعت لي إياهم. ويوم السفر قلت له لأبو الأولاد إنه أنا راح أقضي النهار عند أختي عشان ما يفقدني طول النهار على الأقل أقدر. ضليت طالعة المطار، ومن المطار على أيسلند، وبعدين اتصلت فيه وقلت له أنا في أيسلند، باي باي. من القرار إنك تطلعي لعند أخوك لأيسلندا لليوم اللي سافرتوا فيه بالفعل، قديه هاي المدة أخذت أمل؟ من شهر 10 لشهر 1، يعني حوالي 3 أشهر. 95 ايه، وبشهر 10 94 لشهر 1 95 لما طلعنا. وكل هاي الفترة انت عم تحضري وراء وفيز وراء عمل وتحضري أنا حالك؟ انا ما حضرتش ولا اشي، كل التحضيرات من هون. يعني هو اخوي اللي عمل، تعرف الفيزا، عمل شرى التذاكر، بعت التذاكر. فكان 3 اشهر نهرب اواعينا عند الجارة ويعني ناخد الأهم أهم أهم إشي. يعني ما كنا نقدر نطلع كل أواعينا مثلاً، اللي يعني كنا نهرب هدول أنا والبنات الكبار، يعني نطلع الأشياء اللي بدنا نأخذها معنا عأساس ما يحس شو نقص من الدار. يعني لو فضيت خزانة الأولاد رح ينتبه، لو فضيت خزانتي رح ينتبه من وين الأواعي. فكان كله سري، يعني خواتي ما كانش معهم خبر، أهلك ما بيعرفوا نهائيا ولا حدا. أنا وأخوي وحدة صاحبتي في البلد اللي بيعرفوا إني بدي أطلع. بعد ما طلعت الكل عرف، أنا قبل لا كنت خايفة يتسرب الخبر، ساعتها أنا بروح بداهية يعني فيش فيها. يوم السفر كيف كان شعورك أنت والبنات اللي بيعرفوا طبعا؟ ياو هلأ يوم السفر أظني أنا ما نمتش يومها. يعني بالليل هلأ الاتفاق إنه بدي أطلع عند أختي من الصبح، فبالتالي كنا بنقدر نطلع الساعة 8 الصبح من الدار. التوتر غير شكل، بتعرفي كل الوقت بترجي. طلعنا على وين الأواعي عند الجارة، أجت لنا السيارة هناك، طلعنا بالسيارة. أنا أعصابي يعني إذا انتبه إنه أنا طلعت شو ممكن يصير، كان كل الوقت هذا الخوف. هو كان بالبيت لما طلعت؟ يا هو نايم قبل ما يروح الشغل يوم. هلأ الأولاد ما معي، مش طريق دار خالتي، قلت لهم مش رايحين عند خالتك، رايحين عند خالكو. الصغار اللي ما بيعرفوا. وبعدين كل الطريق يعني استنينا في أمستردام 8 ساعات، تعرفي عبين ما تجي الطيارة الثانية. تتخيليش الخوف والقلق، لأنه ساعتها هلأ إذا مسكت وترجعت رح أنبح فيش فيها، يعني خاطفة الأولاد وشاردة. هو الخروج الأطفال ما كان بده موافقة الأب؟ إحنا بقانون إسرائيل، ما إنه عندهم ترافل داكومنت أو وثائق سفر، معناه لما عملناهم كان الأب موافق إنهم يطلعوا، الأب والأم. وعندهم في قانون إسرائيل إنه مدام متزوجين الأم والأب عندهم نفس الحقوق، ما في إنه بس الرجال بيقدر يسافر مع أولاده. فكرتي شي مرة قبل ما تقرري إنك تطلعي إنك قلتي لي بالعائلة ما في طلاق، ولكن بالمجتمع العربي في طلاق، يعني ما لح تكوني الحالة الاستثنائية الوحيدة وأنتي موجودة بإسرائيل؟ فكرتي تشتكي عليه؟ فكرتي إنك يعني تهددي إنك تشتكي عليه؟ هاي مش واردة بالنهاية. أنا كمان بالإضافة لكوني
يعني جاية من 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 عائلة محترمة. أختي انحبست 4 سنين برضو في قضية سياسية في إسرائيل. أنا انحبست وأنا عمري 13 سنة كمان بسبب إيوه بطبش حجار كنت وقتها لسه على الجنود الإسرائيليين. يا طبعا ولا ممكن ولا ممكن تروحي لسلطة محتلة ضد جوزك بغض النظر شو جوزك بضلوا جوزك أو أولادك فلسطيني يعني أنا لو شفت الجيش بدهم يمسكوه بهجوا معاه خلصوا ولا ممكن ولا مرة بتخطر في بالي ولا ممكن أعملها مستحيل